انا هبه ابو النجا، فاشون ديزاينر، بعمل شغل عبايات، واشتركت في الفاشون شو اول مشاركه ليا، وان شاء الله مع مستر احمد الياو على طول. كلميني بقى النهارده عن الازياء بتاعتك بكره، وكم قطعه هتقدمي؟ هو ان شاء الله بكره في 6 قطع. انا بعمل شغل عبايات، و يعني في الكوليكشن ده ضفت حاجه كاجوال كده جديده شويه كده. في الوان طبعا، الالوان الشتويه معظمها في بلاك، وفي عامله لون بيربل، يعني ضايفه الوان كتير، الالوان الشتويه القيمه اللي هي المتعارف عليها في الشتاء. بصي، انا معظم عباياتي مش بعمل تطريزات كتير، انا بحب ستايل، يعني عباياتي مختلفه شويه. بعمل حاجه مزيج بين العبايه وبين الفستان، بتناسب بقى جميع الاذواق وجميع الاعمار، في ممكن يلبسها المحجب واللي مش محجب. والتصاميم بتاعتي معظمها من خيالي مع احساسي الذاتي، ومزيج بقى الوان، انا بحب الالوان الكتيره اللي فيها روح، بتدي للست كده يعني روح حلوة وبتضيف لها جمال. اكيد. بصي، هو دايما الشتاء يعني احلى الوان بتلاقيها في الوان الشتاء، وانا ركزت على الالوان اللي هي يعني البيزك المعروفه، الاسود، الكموني، عملت ماتشنج، في ماتشنج حلو في الالوان كده. ان شاء الله تشوفوا بكره في الفاشون شو يعجبكم باذن الله. ان شاء الله بكره مقدمه 6 قطع. طيب، شايفه الجو العام ما بينك وبين باقي المصممين كان عامل ازاي؟ والله كله كويس، وكل واحد ليه ستايله، يعني كل واحد ليه ستايل معين بيبقى يعني ماشي عليه، بس يعني كله حلو. ميرسي جدا، ميرسي ليك، شكرا.